المسجد الأقصى لن يترك وحيدا، هناك عباد مؤمنون لله تبارك وتعالى في كل مكان، والله تبارك وتعالى هو ولينا، ليست ولينا الإمارات ولا السعودية ولا البحرين ولا دول الخليج، نحن لا نؤمن إلا بالله تبارك وتعالى، وربنا قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه المقدسات لا يدافع عنها إلا أهلها الحقيقيون، إلا أصحاب العبادة، أصحاب الأيدي المتوضئة، أصحاب القلوب الطاهرة، أصحاب القلوب النيرة، هي التي تدافع عن المقدسات. نحن ليس لنا مصلحة مع الإمارات وليس لنا مصلحة مع البحرين، نسمع كثير من الكلام ولكن لم نرى طحينا ولا عجينا في يوم من الأيام، نسمع جعجعة هؤلاء، ولكن نحن هنا لا نعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا نعتمد إلا على أهل الإيمان وأهل المحبة وأهل المقدسات وأهل المساجد الذين يطهرون قلوبهم أولا ثم يطهرون المسجد الأقصى ثانيا. نحن نعرف أن كثير من الشعوب العربية الإسلامية هي لا توافق الحكومات القائمة عليها، سواء كانت في مصر أو في موريتانيا أو في السودان أو في البحرين أو في الإمارات أو في غيرها، ونحن نعرف أن هناك مسلمين وأن هناك أمة قائمة تدعو إلى الله تبارك وتعالى ولا تأخذها في الله لومة لائم. نحن في أيام في عصر الفساد، ولكن كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ونحن الآن إن شاء الله ستعود هذه الأمة إلى رشدها وإلى صوابها وإلى طريقها الصحيح، وسوف ترفع راية الإسلام والمسلمين خفاقة فوق هذا المسجد الأقصى المبارك.